الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فقد استمعت إلى مقطع مسجل في برنامج وثائقي اسمه الصندوق الأسود. سالم الطويل، الشيخ سالم الطويل كان هذا حاد في عملية الحاكمية، الآن قلبه 180 درجة. تمت استضافة الأخ الكريم جاسم العون، تكلم عن الدعوة وكلام طويل لم أتابعه، وفي ظني أني لن أتابعه. الشيخ سالم الطويل ما زال موجود، عسى الله يطول بعمره ويهدينا وياه. ما زال ان هذا طبعا تحول من 180 درجه من فكر ضد الحاكميه الى الحاكميه المطلقه، ان الحاكم له مطلق الحريه والراي بكل ما يراه، بكل ما يقوله وكل ما يفعله. فهذه المدارس كانت موجوده في الثمانينات. هذه المدرسه شنو اسمها؟ لها اسم، لها الحلمنتيشية ما لها اسم، اسمها المتشغلبة، المدرسة المتشغلبة. طيب شلون؟ فهذا الفكرة يصلح لي فهمي أو صلح لي هذا المصطلح اللي هو صحيح ولا لا، اللي يقال يتداول في وسائل الإعلام اللي هم الجامية، صح غلط؟ نعم، هم هذا اللي الجامعه، هذا اشد من الجامعه بعد، اشد من الجامعه، هذا يطلعوا الجامعه عندهم اي وموجودين لليوم، موجودين بالساحه الكويتيه. نرجع الى دعم الجماعه السلفيه. نعم، وانتخابات 15 حلقه، وهذه ليله الثلاثاء 13 ربيع الأول لعام 43 و400 ألف، الموافق لي 19 من الشهر العاشر لعام 21 و2000، ألح علي بعض الأخوة أن أرد على كلمة وردت في كلام الأخ جاسم العون. في الحقيقة في شخصي في نفسي ألا أرد عليه، لأن الرجل عامي وإن كان قديما في الدعوة، لكن عامي وليس عنده كلام علمي حتى يستحق الرد. لكن أورد كلاما في شخصي، فالمحبون أصروا إلا أن أبين أن كلامه ليس من الحقيقة في شيء. طبعا لن أتطرق للشخص وفيه وما فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن امرؤ شتمك وعيرك بأمر ليس هو فيك فلا تعيره بأمر هو فيه، ودعه يكون وباله عليه وأجره لك، ولا تسبن أحدا. وإن شاء الله أنا ليس من شيمة السب لا له ولا لغيره، ولا لنتكلم عن الشخص وكيف كان وكيف صار. لو كان في هذا خير فقد كفاني غيري، لأنه خلافه شديد وكبير مع أصدقائي القدامى، والآن هو يتكلم فيهم ويتكلم فيه، فأنا لا أدخل بينهم ولست بحاجة لذلك. لكن تقول علي قولا فقال بأنني انتقلت 180 درجة، كنت ضد الحكام وصرت مع الحكام، حتى هو لعاميته يقول صرت مع الحاكمية، أصلا كلمة حاكمية من ضد الحكام، هو يقصد أني أنا صرت مع الحكام يقول حاكمية، ولا يحسن لأنه عامي مرة. ثم يضحك، طبعا أنا غائب لست أمامه، ويقول هذه المدرسة المتشقلبة، وهذا فيه تنابز بالألقاب، حرام بنص القرآن، وفيه غيبة لأنه غائب تكلم فيني. وحتى لم أجد جرحا عميقا من كلامه، أنا قلت هو لسان عامي وباله على نفسه ولن أعيره بشيء، ولكن الأخوة المحبون قالوا رد عليه. طب هو يقول بالثمانينات، أنا بالثمانينات كم كان عمري؟ بالثمانينات كم كان عمري؟ أول ثمانينات ترى أنا عمري 20 سنة، لا بعد أقل. متى صرت أنا ضد الحكام وتكفير وبعدين صار في شقلبة وصرت مع الحكام؟ بالثمانينات. ثم نشأت عند الشيخ عبد الرحمن بن يوسف عبد الصمد، ومعي الشيخ فيحان ابن السرور الجرمان، وكنا صغار يعني، حتى يعني قيادة سيارة ما نقول سيارة، ما عندنا رخصة قيادة. عند الشيخ يوسف، والشيخ يوسف رحمة الله عليه عبد الرحمن الصمد شديد جدا ضد التكفيريين، حتى كنا نحضر بعض المجالس وفيها نقاش عن التكفير،
وكان ياخذ كلام الشيخ الألباني المشهور في مناقشة التكفيرين، حزب التحرير، وجماعة حسن أيوب، واحد اسمه سيد عيد، نقاشات مع التكفيرين. نشأنا على هذا ونحن ضد التكفيرين، وكان عمري أقل من 18. نشأت كما يقال من أيام اللي قبل حتى يصير عندي قيادة سيارة، يعني ما عمري 18 سنة، وأنا كنت مع الشيخ يوسف وضد التكفيرين. شو خليتني؟ أنا أخشى أن ينطبق عليك الله عز وجل، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. متى عرفتني يا جاسم العون؟ وأنا معرفتي معه في جاسم العون للعلم يعني سطحية جدا، ويمكن حياتي رأيته كم مرة فقط، يعني ما قمت وقعدت وياه ولا تناقشت وياه ولا دارست ولا سافرت معاه ولا ما. متى عرفت ان انا كنت انا ضد الحكام 180 درجه وتشقلبت وتضحك وتستهزئ؟ متى؟ ربنا جل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. هذا لا يجوز. ثم لعلم الجميع لما بلغت 20 سنه او اقل ذهبت ودرست عند الشيخ عثيمين، رحت المدينه اول شيء ثم عند الشيخ عثيمين، ثم تخرجت صرت مدرس. عمري ما كنت تكفيري، عمري ما كنت ضد الحكام اكفرهم، ما سبق هذا الشيء حتى تقول انقلب 180 درجه والمدرسه المتشغلبه تضحك مع واحد على غير مذهب اهل السنه تستهزئون، على الاقل انا امام وخطيب عند اهل السنه تقعد تسهل وتضحك، على ماذا تضحك؟ انت لازم تحترم نفسك عشان الناس يحترموك. لما تقول كلام مكشوف مفضوح، وذلك هذه الفكره ترويجها يعني لست اول واحد يا الاخ جاسم. اذكر اتصل فيني دكتور اسمه احمد عبد الرحيم ابو البراء، يعرفني شخصيا معرفه قويه، ويعرف الشيخ عبد الرحمن الخالق غفر الله له. قال للشيخ عبد الرحمن الخالق للدكتور احمد ابن عبد الرحيم، دكتور مصري مقيم في الكويت من اكثر من 30 سنه، قال هذا سالم طويل الحين قام يقول ولاة أمر ولاة أمر، كان يكفر الحكام الحين قام يقول ولاة أمر، سئلة قل له ما كنت تكفر الحكام، وحدد له قل لما كنا بالسعودية أيام الاحتلال ما كنت تكفر الحكام، كان يكفرهم والحين يقول ولاة أمر ولاة أمر. قال الدكتور أحمد الرحيم خلاص أنا أسأل كما طلب مني، اتصل فيني وسألني، قال الشيخ عبد الرحمن الخالق يقول سئلة وبالتحديد لما كنا في السعودية ما كنت تكفر الحكام، قلت هو يقول كذا؟ قال نعم. قلت له طيب، أخذت الهاتف كتبت رسالة من سالم بن سعر الطويل إلى فضيلة الشيخ عبد الرحمن الخالق، قلت له أقسم بالله العظيم ما وقع في قلبي تكفير الحكام لا قبل الاحتلال ولا بعد الاحتلال ولا أثناء الغزو كما تقول ولا لما كنا في السعودية، فهذا يميني بالله فأين بينتك؟ وأرسلتها إلى الشيخ عبد الرحمن الخالق على هاتفه، وأرسلتها للدكتور أحمد عبد الرحيم، وأرسلت إلى آخر. بعد ذاك انتظرت، راجعت الدكتور أحمد قال نعم قرأت الرسالة، قلت راجعت الشيخ عبد الرحمن قال نعم، قال ها الرجل أقسم بالله أنا ما كان تكفيريا وبالتحديد أيام الغزو كما تحدثت ما كان يكفر، يقول عمري ما كفرت. قال ها يبدو أني توهمت. توهمت؟ ناشرين الخبر اني تكفيري، الى الان جالس معاني يقول هذا كان تكفير وانقلب 180 درجه ومتوهم، هكذا اعراض الناس عندكم رخيصه. انا لا اريد ان اخوض فيك انت وايش تفعلت وايش وصلت، لا والله يكفي ان المختلف معهم يتكلم عليك، لكن اريد ان ابين للاحباب انني ما كنت تكفيريا في حياتي قط، بل منذ صغري وانا مع الشيخ عبد الرحمن الصمد ويوسف رحمه الله عليه ونطارد التكفيريين، بل انا اول ما صار عندي رخصه قياده عمري 18 سنه اخذ الشيخ بسيارتي ونروح نطارد التكفيريين من مكان لمكان وناظرهم الشيخ، حتى ذهبنا واحد اسمه سيد عيد في السالميه طاردناه من بعد صلاه الجمعه لين المغرب ونقاش عن التكفير، وانا كان عمري 18 سنه، وتخليني تقول هذا كان تكفيري 180 درجه؟ هذا كلام باطل ما يجوز. الحمد لله رب العالمين الذي عصمني من التكفير، لا كفرت ولا مرت بهذه المرحلة أبدا في حياتي. نشأت من والدين يحبون شيوخنا والشيوخ شيوخنا، لا طول عمرهم ما عمري كفرت ولا عمري صرت انقلبت 80 درجة، ومدرسة المشقلبة هذه غيبة تنابز بالألقاب ولا يجوز، ضحك الناس وتضحك بنفسك
وتغتاب، هذا كله أحتفظ به لنفسي، أسامحك ما أسامحك بيني وبين نفسي، هذا من حقي أن يقتص الله عز وجل لي من حسناتك، لأن انتشر خبر جدا، ويمكن خبري الآن كلام ما راح ينتشر كما انتشر مقطعك، حاطة توثيق وصندوق أسود وراح يستمر، لكن كلما استمر زاد أجري إن شاء الله تعالى. أنا أقسم بالله العظيم ما كنت تكفيريا، لا قبل الاحتلال ولا أيام الغزو ولا بالثمانينات ولا بالسبعينات ولا بالألفين ولا غير ذلك. بحمد الله عز وجل كان الناس عندها حماس من تربية هؤلاء اللي وفدوا إلينا وقاموا يقول كذا وكذا وكذا، لكن ما كفرت وناقش التكفيريين، ثم بصر الله أكثر وأكثر. وإذا أنا تغيرت هذا من فضل الله عز وجل، ربنا جل وعلا يهدي من يشاء. إذا تبصرت في شيء ما كنت أعرفه، تعلمت من الشيخ عثيمين ولا وجوب طاعة والأمر بالمعروف، هذا لا بأس به الحمد لله، أسأل الله يثبتنا الحق. ثم تقول وتفعل هكذا أنه عنده طاعة مطلقة الحكام، هذا كم مرة أنا فيت هذا الشيء؟ يعني الحكام رسل، رسل الله حتى نطيع طاعة مطلقة؟ الكلام باطل. وقلت هذا الكلام في قناة الوطن وفي مقاطع كثيرة، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا الأمر منكم، لأن طاعة الحاكم ليست مطلقة، طاعة الله مطلقة خالقنا، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، أما طاعة ولي الأمر طاعة الوالدين فهي مقيدة، ما لم يأمر بمعصية، إذا أمر معصية فلا سمع ولا طاعة، لا حاكم ولا أب ولا أم ولا غيره. قلت هذا مرارا وتكرارا، ورد هذا يسوي هكذا وجالس معه مطلقة، إيش دعوة؟ ما عندك خبر؟ معلش الله يسامح، الحين دريت، الحين علمت، أنا ما أقول طاعة الحاكم مطلقة، أقول حاكم له حق علينا يأمر ويسمع ويطاع له بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، أما طاعة الله جل وعلا خالقنا نطيعه طاعة مطلقة. ما استطعنا ذلك سبيلا فاتقوا الله ما استطعتم، ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ونطيع الحاكم ونطيع والدينا ونطيع إخواننا الكبار ونطيع الآخر بالمعروف الذي نستطيع. إذا خالف، إذا أمر بمعصية فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. يذكرني هذا اللي يقولون الشيخ مباز، يقول الذي يقول الأرض كروية كافر، قال الشيخ مباز ما قلت كافر، ويكتب وينشر ما قلت كافر إلى اليوم، مات الشيخ ولحد الآن الشيخ مباز شيخكم هذا يقول الكرة الأرض كروية كافر، ما قال الشيخ نفى، لكن مع ذاك يصرون، ماذا تفعل؟ نحن نقول هذا الكلام الآن ونعيد ونكرر وكررته كثيرا، الحاكم يطاع بالمعروف، لو أمر بمعصية فلا طاعة له، الطاعة المطلقة مطلقة يا جاسم العون المطلقة هذه لله عز وجل وحده ولا شريك له، والرسول صلى الله عليه وسلم طاعته من طاعة الله، أما الحاكم وغيره فإنه يطاع بالمعروف، ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. خلصنا، ما كنت تكفيريا ولا شغلبة ولا أقول طاعة مطلقة، وبيني وبينك الله عز وجل، واسمع هذه الكلمة، حسبي الله ونعم الوكيل، قد جعلت الله بيني وبينك. واضح أخ جاسم؟ صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.